الجائزة الكبرى من المغرب المطرب الكبير الأستاذ عبد الوهاب الدكالي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. في البداية بنقول لحضرتك ألف مبروك وأهلا بك في مهرجان القاهرة للأغنية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شعورك إيه بالجائزة الكبرى في مهرجان دولي زي مهرجان القاهرة للأغنية؟ يعني في الواقع يعني الإنسان يحس بنفسه كأنه طفل صغير زي ما قلت، يعني حد اشترى له حلوة أو اشترى له بالون وهرب من الفرحة، فهذا نفس الإحساس، لأنه هذه أشياء لا يمكن يعني تكتب أو يمكن الإنسان يألفها أو يتكلم عليها، لأن الفرحة أو لذة مثل هذه اللذة من شيء غريب خارج الإنسان، صعب أنه يقول الإنسان شيء، بس الإنسان يقول فقط أنا أقول كلمة الحمد لله. أستاذ عبد الوهاب، نقدر نقول دي الجايزة كام في حياتك الغنائية؟ نعم؟ الجايزة كام؟ هذه ممكن تكون جائزة تاسعة. غير أخيرا أخذت في المهرجان الأول الأغنية المغربية أخذت الجائزة الكبرى والحمد لله، والمهرجان الثاني كذلك الأغنية المغربية أخذت الجائزة الكبرى، وهذا أخذت الجائزة الكبرى، والخير أمام إن شاء الله. الفنان عبد الوهاب الدكالي الجائزة الكبرى. ومن أيرلندا فاز المت